سير تفضل. اولا السيد الرئيس علاقه بالنظام الداخلي، لا اسمح لي بالتي وطبقا لمقتضيات وطبقا لمقتضيات الماده 154 التي تقول كل نائب او نائب خرج عن الموضوع المأذون له فيه الكلام او تكلم بدون اذن او جاوز الوقت المحدد له يتخذ الرئيس في حقه الاجراءات التاليه بعضها او كلها: تذكيره بالنظام، منعه من الاسترسال في الكلام، اقفال مكبر الصوت. بناء على المادة 154 أعتذر على أخذ الكلمة، هذه أولا. ثانيا فيما يتعلق بتوجيهكم الكلام للسيدات والسادة الرؤساء وبأنهم هما اللي عندهم الحق، كاين قرار ديال المحكمة الدستورية على المادة 152 حيث يقول، تقول المحكمة الدستورية: وحيث إن أعضاء البرلمان الذين يستمدون نيابتهم من الأمة بموجب الفصل 60 من الدستور متساوون في ممارسة الحقوق التي يخولها لهم الدستور، ولذلك احنا بغينا بلاتي خليه يكمل بعدا، خليه يكمل. زيد اسيدي تفضل سيدنا الرئيس، خليه يكمل. وبناء عليه لا يحق لأحد إلا الرئيس لكي يتوجه للقاعة بالكلام من أجل النظام، وبالتالي توجه ديال الرئيس لي بالاسم أطلب كما اعتذرت عن التدخل، أطلب منه أن يسحبه من المحضر أو يعتذر عنه. شكرا. شنو بلاتي يا سيد الرئيس إذا سمحتي؟ أعتقد أن القضاء الدستوري الفقرة اللي قرأ لنا السيد الرئيس تهم حق نائبة النواب في أخذ الكلمة في معالجة قضايا أو طرح مواقف أو ما غير ذلك. أما في تنظيم الجلسة العامة فما يمكنش نتكلموا مع بعضياتنا كاملين، كاين رؤساء فرق معاهم كنتكلموا هما. لا ايوا الا لا غادي نوضحوها في النظام الداخلي في التعديل، ياك سي غنوضح في التعديل، غنوضحوها في النظام الداخلي ونشوفوا المحكمه الدستوريه شاف. وشو دابا انا تكلمت معك بشكل حضاري، عطيتك الكلمة وسمعت لك حتى الاخر، ولما عطيت الرأي كنتي طلبتي كلمة نعطيك تجاوب حتى نتفقوا. أما ملي كتنقز بحال هاد الشكل ما يمكنش نسير. تفضل واسمح لي، ما يمكنش واخا بلاتي نكملوا بشكل حضاري. كنقول سي عبد الله بوانو، كان بشكل حضاري سي عبد الله بوانو، ما تبقاش فيك الحرقة ما قالش هنايا. الله يجازيك بخير. ونقطة نظام تفضل. سيد الرئيس أنا كبغيت نستعمل الكلمات اللي كتجرح عندي بزاف. قلتي قبيلة قلتي ما عندكش الحق، جالس ما عندكش الحق. لا قلت لك ما عندكش الحق تخاطب سيد النائب بتلك اللغة. اش من اللغة؟ أنا واضح في كلامي سيد الرئيس، باش تقول كينقاز وتقول هذا الكلام اسمح لي، كل إناء ينضح بما فيه. شكرا. انا السيد النائب كنقول له جلس، كاين رئيس فريق كنتكلم مع الساده الرؤساء، والساده الرؤساء هما اللي كيتكلموا مع الناس اعضاء الفرق ديالهم. عجبتكم الطريقه اللي كاينه في النظام الداخلي غنكملوا بها. بغاو كلشي الاخوات والاخوان ياخذوا كلمه، غادي نفتحوا الباب كلشي ياخذ كلمه. واذا كان الدستور الذي جاء لينظم اشغالنا والنظام الداخلي بشكل حضاري وكل واحد كياخذ حقه الذي يستحق، فأعتقد هذا هو الصواب، هو اللي ماشيين فيه. السيد الرئيس سي تويزي. شكرا. 154 لأنه هذه الجلسة الدستورية تحت الفصل 100 من الدستور، الموضوع ديالها واضح وعندنا موضوع واضح، وبالتالي كندخل كنقول لكم في إطار التسيير، لأن الخروج عن الموضوع والتيار ديال الهضرة يمينا ويسارا كان من لازم السيد تاو رئيس الجلسة على أن تنبه المتدخل باش يدخل الموضوع. داكشي علاش قلنا حنا نقطة نظام. أما إلا بغينا نذاكروا مثلا في أمناء عامين أو نديروا موضوع ونتذاكروا عليهم،
نتذكروا على العملاء العامين ديال الحزب، نديروا واحد يوم يوم هنا ونتذكروا عليهم، ونتذكروا على الكراطه اللي قلتي. شكرا شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الرئيس، سيد الرئيس، شكرا 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 شكرا. صافي سيد الرئيس تفضل. شكرا شكرا سيد الرئيس. اذا سيد الرئيس، سيد الرئيس، سي تويزي، سي تويزي، سيد الرئيس سي تويزي، سي تويزي، سي تويزي، سيد الرئيس، سيد الرئيس، سيد الرئيس طالب كلمة. سي إدريس، سي إدريس، سي تويزي، سي الكلمة للسيد الرئيس سي إدريس السنتيسي. اسي اسي وزي واسي وزي اسي وزي اسي وزي اسي وزي. سيد الرئيس اسي تويزي، اسي تويزي، واسي تويزي، سي إدريس، سيد سيد الرئيس المحترم، مع الأسف تنسجلوا كلام جارح وماشي لأول مرة، فأرجو منكم أولا ما جاء من تجريح في حق السيد نائب المحترم سي محمد وزين، وليست المرة الأولى، وما جاء على لسان سي وزين ما هو إلا تفاعل مع ما سمعناه من قبل بالحرف وجملة بجملة. السيد رئيس الحكومة موجود هنا غادي يرد على ما جاء من كلام، وحرية التعبير وحتى الحصانة لهادشي لا الصالحة. ثم السيد رئيس المحترم سي محمد الحموش، هو وفقا لما جاء على لسانكم في النظام الداخلي والمادة 60 نائب لرئيس الفريق، والملاحظة اللي كانت هي ملاحظة عادية، ما كان للإخوان وأرجوهم وماشي أول مرة اللي تنطلبوا منهم باش يكون واحد التعامل مختلف تماما. راه ما كاينش شي بلاد في العالم اللي فيها المعارضة متفقة ودايرة مجموعة منسجمة، راه الأغلبية اللي دفعت المعارضة باش تنسق مع بيناتها 100%. شكرا فكفانا. شكرا السيد إدريس، شكرا السيد الرئيس، شكرا. تفضل السيد سيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس مجلس النواب،